السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وصحة وعافية. صحة رمضانكم، كل عام وانتم بألف خير. ان شاء الله ربي يشفي كامل مرضى المسلمين. او حبيت اليوم ندير معكم وصفة تاع برانية او مدربل، احنا في بليدة نقولوا عليه مدربل. هذه الوصفة معروفة في الغرب ومعروفة في الوسط، برك المسميات تختلف، احنا نقولوا لها مدربل. ان شاء الله تعجبكم الوصفة. بالنسبة للمقادير عندنا هنا الدجاج، الدجاجة على حسب الرغبة، تحبوا دجاج تحبوا لحم كما تحبوا نتوما. عندنا هنا ربع حبة بصل تكون مربية في الرقيق بهذا الشكل. عندنا الثوم، خمسة فصوص تاع ثوم مربيين في الرقيق تاني، البصل ما نكثروش بزاف. عندنا هنا التوابل، عندنا فلفل عكري، عندنا كروية، عندنا فلفل أكحل، عندنا هنا شوية زنجبيل، عندنا كمون، عندنا كركم، وعندنا الملح، عندنا هنا حمص، عندنا مغرفة كبيرة تاع طماطم مصبرة، وعندنا شوية تاع هريسة، وطبعا عندنا هنا الباذنجان. أول حاجة نديروها، أنا سخنا هنا الطاجين تاعنا، نديرو شوية تاع زيت هذا الشكل، منكتروش الزيت بزاف باسكو الباذنجان نقلوه ويجي مزيت. نديرو هنا البصل مع الثوم، باش ما ينحرقليش الثوم وحده، درت معاه شوية تاع بصل، هو في الوصفة الأصلية تجي غير بالثوم وحدها، بس أنا حبيت نعمل شوية بصل هكذا. نبداو نحطو في الدجاج تاعنا، نخلوها تقلى مليح مليح، هذاك الدجاج يتقلى مليح مليح مع البصل. بعد ما تقلنا لنا مليح مليح هذاك الدجاج مع البصل، دوكا نبداو نضيفو في التوابل تاعنا هكذا. خلوها تقلى مع بعض، لازم هذو التوابل كامل يتقلاو مليح مليح. زيدوا الطماطيش تاعنا، خلوها تقلى تقلى كلشي مع بعضها. بعد ما تقلب كلش مليح مع بعضها كملوا اخر حاجة الحميصة تاعنا او الحمص هكذا. هذا الشكل الطاجين تاعنا باش يجي بنين لازم نقلوه مليح مليح، لازم التوابل تتقلى مليح مليح، لازم الطماطيش تاعنا تتقلى مليح مليح، باش يجينا البلاط تاعنا بنين. هذا هو السر تاع البنة تاع الطواجن تاعنا هكذا. دوكا نمرقو بما يكون سخون او على الاقل يكون دافي، ميكونش بارد هذا الشكل، ما نمرقوش بزاف هذا الشكل. هنجيبو الباذنجان تاعنا،
بعد ما نكونوا غسلناه نجيبوا الماء هكذا، ما نعمروش بزاف الماء، قيس الكميه تاع الباذنجان تاعنا. نجيبوا مغرفه كبيره تاع ملح هكذا، نخلطوها في الماء. نديروا هذه الطريقه باش كي نقلوا الباذنجان تاعنا ما يجيش ما يشرب لناش الزيت. نقطعوا الباذنجان تاعنا بهذا الشكل، هكذا بهذا الشكل. ونقطعوه دوائر، نقطعوا الدوائر هكذا يكونوا خشان ما يكونوا رقيق، متوسطين هكذا. نحطوا الباذنجان تاعنا في هذاك الماء اللي فيه الملح هكذا، يجي مملح وفي نفس الوقت ما يشرب لناش الزيت وما يكحلش هكذا بهذا الشكل. نكملوا كامل الباذنجان تاعنا، خلوه يشرب مليح مليح هذاك الملح ونخلوه في الماء. ومن بعد كي يطيب لنا الطاجين تاعنا نبداو نقلوه في الباذنجان تاعنا. بعد ما طابت المرقه تاعنا ونشفت كامل هكذا، طابت مليح مليح كل شيء طاب، دوكا نقلو الباذنجان تاعنا. هذا يكون الباذنجان تاعنا كنا شمخناه، شوف الماء كيفاش راهو كحل، يطلق كامل الكحوليه تاعو في هذاك الماء وهو يقعد ابيض. انا عندي تقريبا واحد الساعه وانا مشمخ هادو في الملح، شوف كيفاش جا هكذا. وفي نفس الوقت ما ياكلناش الزيت، دوكا نبدا نقلو في الباذنجان تاعنا. نصفو نعصروه مليح مليح من الماء هكذا، نعصروا برك كميه اللي نبداو نطيبوا فيها هكذا. دوكا نديروا الزيت في المقله، نحطوا الباذنجان تاعنا في المقله. هذه الكميه تاع الزيت راح نقوم بها كامل الباذنجان باسكو ما راحش يشرب الزيت بعد العمليه اللي درنا قالوا. بعد ما نقلي كامل الكمية نحطها في كراسوس، بعد ما نخليها تتغلى غير شوية بس ما يشرب لنا الباذنجان لاصوص تاعو، ثم بعد نقدموها. نريدكم الشكل النهائي تاع الطبق تاعنا. هذا هو الطبق تاعنا بعد ما وجدناه، شوف كيفاش جا. انا عاودت حمرت هذاك الدجاج غير شوية زبدة، ودرت باذنجان تاعي بعد ما قليته خليته يتجمر مع هذيك المرقه 5 دقائق هكذاك، وطفيت عليه شوف كيفاش جا. والمرقه عاقده. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه، فيديوهات قادمه ان شاء الله.